إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقير هو المسكين والمسكين هو الفقير. إذا ذكر أحدهما، فإذا ذكر الفقير دخل معه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير. لكن إذا ذكر معا فهنا قال أكثر أهل العلم إن الفقراء هم أشد حاجة من المساكين. يعني المسكين عنده بس ما يكفيه، الفقير ما عنده، يقولون. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ما عندهم شيء. بينما قال في المساكين: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون فيها، فسماهم مساكين مع أنهم كانوا يملكون سفينة. وهذا الذي عليه أكثرهم. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن المسكين أشد حاجة من الفقير. على كل حال مسألة لا تؤثر، لكن الظاهر الله العالم الفقير أشد حاجة، بدليل أنه بدأ به، أي بدأ بالأهم، بدأ بالأهم وهو الفقير الذي هو أشد حاجة من المسكين. وهذه مثل كما يقول الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني إذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان دخل معه الإسلام، إذا ذكر معا فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، أشياء ظاهرة. لما سأله عن الإيمان قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره، أعمال قلوب. وكذلك لما قال الله تبارك وتعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فدل على أن المنافق يعد من المسلمين لكن لا يعد من المؤمنين، لأنه أخرج امرأة لوط. وكذا قول الله تبارك وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان درجة أعلى من الإسلام. على كل حال هنا الفقير والمسكين الذي يظهر أنهما صنفان، وأن الفقراء أشد حاجة من المساكين. وقد جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة أنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. الغني هو الذي ليس بفقير ولا مسكين، الغني. والغني ليس يعني قد يطلق الغني، لكن في الأصل أن الغني هو المستغني. التاجر يسمونه موسر، موسر. الغني هو الذي لا يحتاج، الغني هو الذي لا يحتاج، قد لا يكون موسرا لكنه غني. لكن الآن تستخدم، قد تستخدم الغني بمعنى الموسر، لكن أيضا تستخدم الغني هو المستغني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب. يقصد بالغني هو المكتفي، مثل ما يقول عندنا مستورة لا الحمد والمنة، هذا يقال له غني أي مستغني عن غيره. فهذا بالنسبة. أما المسكين فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد ما يغنيه ولا يفطن له الناس ولا يسألهم، هذا هو المسكين. إذا محتاج لكنه يعني حاجته أقل من حاجة فقير، عنده شيء لكن لا يكفيه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.